السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة من وصفات طبخ ليلى. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم مائدة الافطار باطباق مختلفة ومتنوعة. غادي نحتاجو اول طبق غادي نديرو فيه هو الحريرة البيضاء او الحسوة. المقادير ديالو عندنا هنا تقريبا اترو ديال الماء، عندي 100 غرام ديال السميدة غليظة، طعع الفينو او طعع القمح. غادي نحتاجو تقريبا 100 غرام او على حسب كل واحد كيفاش يبغي الحسوه تكون، كاين اللي كيبغيها تكون عاقده، كاين اللي كيبغيها تكون جريحه، حيت هذه هي اللي غادي ندورو بها في الاخر. عندنا زيت العود او زيت الزيتون، بزار، الكمون وشويه ديال الملحه. درت الماء يطيب فوق البوطه، غادي نزيد عليه زيت الزيتون تقريبا 2 معالق كبار، شويه ديال البزار، واحد ملعقه صغيره ديال البزار، الملح على حسب الضوء، وشويه ديال الكمون تقريبا ملعقه صغيره ديال الكمون. دابا كنخليو حتى كيطيب الماء مزيان باش غادي نزيدو السميده الغليظه. دابا من بعد ما غلى الماء غادي نزيد السميده الغليظه، ومره مره نحركها. صافي، من بعد ما حسيت به طاب السميده طابت مزيان، الا شرب لكم الماء تزيدوا الماء. دابا غادي نخلط القمح مع شويه ديال الماء، خديت غير شويه ديال القمح، غنخلطو مزيان وغادي ندور به هاد الحسوه. غادي نزيد دابا هاد الخليط على الحسوه، وغادي نبقى نحرك مزيان حتى كطيب. صافي كنطفيو عليها، هي ما كتاخذش الوقت كثير، تقريبا نخليها واحد ربع ساعه. دابا صافي كنطفي عليها، صافي الحسوه ديالنا طابت، صافي طفيت عليها. غادي نغطيها ونخليها، وغادي ندوز نوجد العجينه ديال الكيش. دابا غادي ندوزو المقادير ديال عجينه الكيش. عندي 250 غرام ديال الدقيق او الفورس، شويه ديال الملحه، صفر ديال البيضه، و 125 غرام ديال الزبده. كناخد شويه الملحه كنزيدها على الدقيق، كندير الزبده، خاصها تكون درجه حراره الغرفه. نحاول نرمل هاد العجينه، كيف كنلاحظوا ولات كلها مرمله، مبقاتش باينه الزبده. غادي نجمعها دابا بالصفر ديال البيضه، ونخليها ترتاح واحد نص ساعه تقريبا. الى بانت لينا العجينه ما تجمعاتش بالصفر ديال البيضه، كنزيدو شويه ديال الماء، غادي نديرها في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح واحد نص ساعه تقريبا. دابا غادي ندوزو للحشوة ديال الكيش. عندي بصلة كبيرة مشلضة، شوية ديال الفرماج حمر محكوك، صدر ديال الدجاج مقطع طراف صغار، ثلاثة ديال البيضات، شوية الملحة وشوية ديال البزار. تناخد شي إناء فاش غادي نشحر البصلة والدجاج، كندير شوية ديال زيت الزيتون تقريبا 2 معالق كبار، كنزيد عليها البصلة، شويه ديال الملحه، وشويه ديال البزار،
غنخليه حتى تدبل البصله شويه باش غادي نزيد الدجاج. دابا غادي نزيد الطراف ديال الصدر ديال الدجاج. ونخليهم حتى كيطيبو مزيان حتى نحيدوهم. دابا غادي ندوز نضرب البيض. عندي ثلاثة البيضات ضربتهم هنا هرستهم. غنزيد عليهم شوية البزار وشوية ديال الملح. غنزيد فرماج حمر محكوك. وكاس ديال الأجدة طارية. نضربوا الخليط مزيان. من بعد ما ارتاحت العجينة سرحتها وقطعتها بهاد الدائرة تكون كبر من المول اللي غادي نخدمو فيه الكيش بحال هكا. وغادي نخشيوها في المول. نحاول نشكلها على الشكل ديال المول. غادي ندخلوها من بعد الفران غير طيب غير نص طيبه وكنخرجوها باش كنعمروها. من بعد ما خليت الدجاج والبصله حتى بردوا غادي نزيدهم على الخليط ديال البيض والكريم فريش. وغادي نحركهم مزيان. خليناهم طابو نص طيبه حيدناهم من البلاصه ديالهم وغادي نرجعوهم باش يسهل علينا نجبدوهم فاش نعمروهم. نخلط مزيان هذاك الخليط اللي وجدنا ديال الكيش وغادي نعمر. صافي دابا غادي ندخلهم الفران حتى كيتحمروا من التحت. كنشعل عليهم من الفوق باش يتحمر لينا الوجه ديالو وكنطفيو عليه. الكيش ديالنا صافي وجدناه طاب مزيان تحمر من الفوق ومن التحت كيف كنلاحظوا انه قابض فراسو ما بقاش جاري. صافي دابا غادي نخليه هنا. عندي الحشوه اللي شاطت ليا خديت المول ديال الكيك ودهنته بالزبده وخويت فيه هذاك الحشوه اللي شاطت ليا. غادي نخليهم وغادي ندوز دابا نوجد الحرشه اللي معمره بالجبن والزيتون الاسود. دابا غادي ندوز نوجد الحرشه معمره بالجبن البلدي والزيتون الكحل. عندي نص كيلو ديال السميده رقيقه، صاشيه ديال الخماره ديال الحلوه، 250 مليلتر ديال الحليب اللي هي رابعه ديال الحليب، عبصه ديال الملحه، جوج معالق كبار خليط ما بين الزيت والزبده، معلقه كبيره ديال السكر سنيده وشويه ديال الخميره المعجونه اللي هي الخميره الفوريه، وشويه ديال الجبن البلدي مخلط مع الزيت والكحل مقطع طريفات صغار. ان شاء الله غادي نصايب لكم فيديو خاص بالجبن البلدي فحلقه واحده اخرى. دابا اول حاجه غادي نبدا بها غادي نوقد شي اناء غندير فيه السميده رقيقه. نزيد عليه خماره سكر سنيدة وشوية الخميرة المعجونة شوية ديال الملحة خليط ما بين الزيت والزبدة. غادي نخلط مزيان هاد العناصر.
دابا غادي نزيد الحليب كامل ونجمع دغيا باش كاع مين يشرب ليا السميده ما تشربش هذاك الحليب اللي درنا. دابا رشيت شويه ديال السميده الرائعه، غناخد نص الكميه ديال العجينه هي تكون تتلصع شويه، وغادي نحاول نعادها ونسرحها. دابا غادي نحط الحشوه ديال الجبن والزيتون حتى هي نسرحها من الفوق. دابا غادي ناخذ العجينه اللي بقات ليا وغادي نديرها من الفوق، نحاول نسرحها فوق حتى تنغطي الطبقه الثانيه. نرش شويه السميد رائعه من الفوق ونكمل. نحاول نقرص العجينه مزيان باش تجي رائعه، ما تجيناش غليظه بزاف. نرشو مره مره، الا بانت لينا شي بلاصه بقى كتلصع نرشوه بالسميده الرقيقه. غادي ناخذ طابع دائري وغادي نقطعها. غادي نهزها نحاول نزيدها السميده الرقيقه من التحت باش ما تلصقش لينا، ونحطوها فوق شي زيت حتى نكملوا الحرشه كلها باش نديروها طيب فوق المقله الغليظه. هادشي اللي شاط ليا تاهو نرجعو كرات نحاول نقرصهم شويه باش كاع ما يضيع علينا هاد العجينه، ثم كنطيبهم بنفس الطريقه. ديك المقله الغليظه خليتها كتسخنات مزيان، غادي نرمي فيها الحرشه ونخليهم حتى كيتحمروا من الشويه بجوجات باش كنحيدوهم. من بعد ما طيبنا الحرشه هكا كيف جات، دابا غادي ندوز نقلي الدجاج. هنا عندي عطاء ديال الدجاج صلعته مع شويه ديال الماء وفص ديال الثومه وورقه الغار، وعندي شويه لاشابلور، عندي شويه دقيق، بيضه، شويه ديال الملحه. غادي ناخذ شويه ديال الملحه نديرو مع البيض وشويه مع الفورص، نحرك البيض مزيان. ناخذ قطعه ديال الدجاج نحرك الملح حتى هي في الفورص، غادي نديرها في الفورص هو الاول. ندوزها في البيض ندوزها في لاشابلو. انا درت الزيت درتو يسخن، كنرمي دابا عطاء ديال الدجاج ونخليهم حتى كيتحمروا من الشويه بجوج وكنحيدوهم. راه اصلا هما مسلوقين يعني طيبين ما يحتاجوش يطيبوا بزاف، دغيا غير يتحمروا كنحيدوهم. صافي دابا تحمروا مزيان، غادي نحيدهم نديرهم ينشفوا فوق ورق المطبخ، وغادي ندوز نحضر العصير.
دابا غادي ندوز للعصير. عندي فيه كميه قليله من الخوخ مجمد، عندي بنانة، شويه ديال السكر، نص اترو ديال الحليب، الخوخ، بنانة، نص اترو ديال الحليب، السكر على حسب الذوق. صافي العصير ديالنا طحناه، نخوي في كاس تقديم، وغادي ندوز نقلي الكروفيت والكالامار. عندي هنا كميه ديال الكروفيت وعندي الكالامار، غادي نحتاجو معاهم شويه الملحه، شويه البزار، وشويه ديال زيت العود. او زيت ما كناخذ مقله كندير فيها شويه زيت الزيتون، كنلوح فيها الكالامار. الكالامار ما خصوش يطيب بزاف، حيت هو كل ما طاب بزاف كيقطع. نزيد شويه البزار، شويه ديال الملح، نخلط مزيان. من بعد ما طاب الكالامار دابا غادي نزيد شويه ديال زيت العود او زيت الزيتون، وغادي نزيد عليه الكروفيت، شويه البزار، شويه ديال الملح، المعدة ديالنا ديال اليوم حضرنا فيها الحسوة أو الحريرة البيضاء، كذلك دجاج مقلي، الحرشة معمرة بالجبن والزيتون الأسود، بوشيار أو الشيار. عدينا الخضر مخلى، لسان الطير، كروفيت وكالامار، والكيش بالدجاج، وعندنا الزيتون معطر او مشرمل. عندي كذلك كاشير، البيض مسلوق، فرماج، شباكيه، والتمر وسلو، وعندي كذلك بتيبان. عندي العصير ديال الخوخ والبنان والحليب، وعندي قدمت اليوم عوض اتاي درت الحليب بالقهوه. وكنتمنى المائده ديال اليوم تكون عند حسن الظن ديالكم وتعجبكم هذه الافكار، وبالصحه والراحه. وبالنسبه للشباكيه ولسان الطير والسلو والشيا غادي تلقاو الوصفات ديالهم في الرابط اسفل الفيديو.